بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا الحروف الشمسية عددها 14، والحروف القمرية عددها 14. مجموع الحروف العربية 14 مع 14 هي 28. نبدأ بالحروف الشمسية. حرف التاء، يلا من يعطينا كلمة فيها حرف التاء؟ آدم. التمر. التمر. ننتقل إلى الثاء. الثاء. مصطفى. نقول ثوب؟ لا، أريد لا ألف ولام شمسية. من يصح له؟ شفاء. الثوب. الثوب، أحسنت. ننتقل إلى حرف الدال. الدال. هدى. الدب. الدب. قلنا حكم اللام الشمسية أنها تكتب ولا تنطق، والحرف الثالث يكون مشددا. ننتقل إلى الذال. سعيد. الذئب. من يصح له؟ الذئب. أحسنت عبد الغني. الذئب. ننتقل إلى حرف الراء. 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 اسمين. الرمل. ممتازة، بارك الله فيك. الرمل. حرف الزاي. الزرافة. ممتازة. أو نعم. الزهرة. الزهرة أو الزبيب. حرف السين. حرف السين. ماشي. بوركت يا مجد، جزاك الله خيرا. السمكة. ننتقل إلى حرف الشين. حرف الشين. حرف الشين. أماني. الشمس. الشمس، أحسنت. والشمس وضحاها. ننتقل إلى حرف الصاد. حرف الصاد. الصوص. الصوص، بوركتي. حرف الضاد. الض. الضفدع. أحسنت، بارك الله فيك. ننتقل إلى حرف الطاء. حرف الطاء. نعم. الطائرة. ممتازة، بارك الله فيك. الطائرة. حرف الظاء. حرف الظاء. حرف الظاء. الظفر. الظفر. أحسنت. حرف اللام. حرف اللام. حرف اللام. نعم. الليمون. بوركت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. حرف النون. آخر حرف. النمل. النمل، بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى الحروف القمرية. نبدأ بحرف الألف. قلنا اللام القمرية حكمها تكتب وتنطق. تكتب وتنطق. واللام كيف، ماذا يأتي فوقها؟ سكون. نبدأ بحرف الألف. الأرنب. أحسنتي، رانا ننطق في اللام. الباء. البطة. البطة، أحسنت. حرف الحاء. ياسر. لا بأس، خمن وأعد. الحمامة. الحمامة، بارك الله فيك. حرف الجيم. الجمل. الجمل، أحسنتي. ننتقل حرف الكاف. حرف الكاف. سعيد. الكلب. الكلب. حرف الواو. الولد. حرف الخاء. حرف الخاء. ممتازة، أحسنتي، بارك الله فيك. حرف الواو. لا، حرف الفاء. أعتذر. الفاء. الفراشة. أحسنت يا فراشة. حرف العين. العين، يلا اسمي. العين. العين، أحسنت. حرف القاف. 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 القط. أحسنت، القط. حرف الياء. حرف الياء. الياد. الياد. حرف الميم. الميم. المواطن. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. المواطن ولا الموز؟ الموز. حرف الهاء. عبد الغني. الله.
قال زميلكم الله. الحرف الثالث هو اللام مشدد، أنت في حرف شمسي، ما بك؟ أنا قلت حرف الهاء ليس حرف اللام. ركز يا بني، ركز ركز حتى لا تخطئ. نعم تفضل يا مجد. الهاء الهدهد. بوركت أحسنت، بارك الله فيك. أيضا آخر حرف هو الغين. الغيمة. أحسنتم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.